بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس 31 من مادة العلوم الإسلامية لطلبتنا في الصف الثاني الثانوي الفرع الأدبي بعنوان السياحة وآدابها. السياحة أحد الأمور التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وذكرها الله سبحانه وتعالى في مجال الثناء وفي مجال الطلب من العبيد أو من العباد أن ينطلقوا يجوبوا هذه الأرض يتفكروا بما فيها، فهي للتفكر والتدبر والانتقال كذلك من أجل الأهداف المشروعة أو المباحة. لو بدنا نسأل سؤال إنه بدنا نستنتج ثلاثة مظاهر من مظاهر عناية الإسلام بالسياحة، الإسلام اعتنى بالسياحة، هذا تبقى دعوة حتى آتي بمظهر. إيش المظاهر؟ الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض مترامية الأطراف، واسعة بما فيها من جبال وسهول وبحار ومحيطات ومناظر طبيعية خلابة، والله عز وجل حينما خلق هذا لم يخلقه عبثا، هكذا ليخلق. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى، المظهر الثاني، دعا الإنسان إلى اكتشاف ما حوله. لماذا؟ وذلك من أجل التأمل في بديع خلقه سبحانه وتعالى والتمتع بجمال الكون، ومن أجل الترويح على النفس، هذا سبب. السبب الثاني أيضا هو سبب لقوة الإيمان ومعين على أداء واجبات الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى مما يدل على هذا السبب أو يدل على هذا المظهر من مظاهر عناية الإسلام بالسياحة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قل سيروا في الأرض، انظروا، تفكروا في هذه الأرض، فانظروا فتفكروا. إذن هذه سياحة تفكر وتدبر أراده الله سبحانه وتعالى. هذا الآية ممكن أقول استنتج من هذه الآية مظهرا من مظاهر عناية الإسلام بالسياحة، منقول دعا الله عز وجل الإنسان إلى اكتشاف ما حوله. المظهر الثالث أن ذكر السياحة ورد في القرآن الكريم في سياق المدح إذا كان لغرض يرضي الله سبحانه وتعالى، يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون المعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله ذكر يعني السائحون من ضمن هذه الأمور العبادية الواضحة من التوبة والعبادة والتحميد لله سبحانه وتعالى، وذكر منهم السائحون. ما معنى السياحة في الإسلام؟ السياحة في الإسلام معناها الانتقال في الأرض للترويح عن النفس وتحقيق غرض مشروع كالتنزه وطلب العلم والعبادة، تحفظ تعريف أفكار. السياحة في الإسلام هي الانتقال في الأرض. طيب لماذا؟ للترويح عن النفس، هذا واحد. اثنين، للتحقيق غرض المشروع. مثل إيش الأغراض المشروعة؟ كالتنزه، هذا أمر مشروع، الإنسان يروح عن النفس. اثنين، وطلب العبادة وطلب العلم أيضا وعبادة الله سبحانه وتعالى. أصبح الترويح عن النفس حاجة اجتماعية ضرورية في العصر الحاضر، لماذا؟ علل ذلك. قل أولا بسبب تغير نمط الحياة السريع وازدياد الضغوط النفسية التي تسبب الملل والفتور للنفس البشرية. تغيرت الحياة، تغير النمط، صار الإنسان عنده روتين، الآن بحتاج أنه يشيل الضغوط النفسية. الأمر الثاني حتى تستعيد النفس نشاطها وتواصل مسيرها بجد نحو العمل وتحقيق الأهداف، لأن الإنسان إذا روح عن نفسه وانفصل عن واقع العمل في لحظات ترويحية ولحظات تنزه ولحظات سياحة فإنه يعود إلى العمل بنشاط. ما هي فوائد السياحة؟ السياحة لها فوائد كثيرة، نريد أن نذكر منها أربعة فوائد. الفائدة الأولى التفكر والتأمل بهدف الاعتبار، الفائدة الثانية الترويح عن النفس والتنزه، الفائدة الثالثة تحقيق المنفعة الاقتصادية لكثير من البلدان، الرابعة التعارف بين الشعوب. وخلينا نوضح كل نقطة لوحدها إذا بدنا نتكلم عن التوضيح. يعني لو قلنا من فوائد السياحة التفكر والتأمل بهدف الاعتبار، وضح ذلك. نقول ابتداء أن أثر التفكر والتأمل، أنا بدي أتأمل إيش أثره. أثر التفكر والتأمل وأعمال العقل في بداية صنع الله عز وجل في الكون عندي عدة أثر. الأثر الأول أنه يزيد الإيمان في القلب، لما يتأمل الإنسان ويعمل العقل في عظيم صنع الله عز وجل بيزيد الإيمان في القلب. اثنين،
يدعو إلى قيام الإنسان بواجباته في هذه الحياة، سواء كانت واجبات عملية مما تخدم الناس أو الواجبات اللي بينه وبين الله عز وجل. الأمر الثالث أخذ العظة والعبرة مما حل بالأمم السابقة، يعني الإنسان ينظر إلى دمار الأمم السابقة ويبحث لماذا صنع الله عز وجل بهم هكذا، فنتعظ ونعتبر ألا نفعل مثل أفعالهم. مثل عندنا مثلا لما بدك تنتقل إلى منطقة البحر الميت، قوم لوط ماذا كانت ذنب قوم لوط حتى خسف الله عز وجل بهم وقلب الأرض عليها سافلها. فهنا أخذ العبرة وأخذ العظة، فلا أكرر نفس فعلهم حتى لا يحصل لنا مثل عقوبتهم، حتى لا يحصل لنا مثل عقوبتهم. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا قال: ادخلت من قبلكم سنن، سنن سنن ربانية وشرعية سبحانه وتعالى جعلها تسير فيها هذه الأرض، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني عاقبة المكذبين تجري وفق سنن، سنن الله عز وجل لا تحابي أحد. ومعنى السنة يعني القانون، قانون إن تنصر الله ينصركم، هذا قانون، إن تنصر الله ينصركم، هذا قانون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما قانون، المصائب اللي بتنزل فيكم بسبب ما تكسب أيديكم من أثر، ظهر الفساد والبر والبحر بما كسبت أيدينا، السنن. الله عز وجل بأمرنا نسير ونشوف كيف عاقبة الأمم السابقة التي فعلت المخالفات، كيف الله عز وجل سلط عليهم العذاب. إذا هذا التوضيح. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية الترويح عن النفس والتنزه، الترويح عن النفس والتنزه. طبعا الترويح عن النفس والتنزه يشمل عدة مجالات أو عدة أنواع. الأمر الأول مثل زيارة أماكن العبادة، مثل إيش؟ أداء العمرة. اثنين زيارة المسجد النبوي. ثلاثة زيارة المسجد الأقصى. ب تشمل أيضا الترويح عن النفس زيارة الأماكن التاريخية ومعالم الحضارات السابقة، التاريخ كذا، مثل إيه؟ مثل الأولى جرش، اثنين مكان أهل الكهف. فهنالك كثير من الأماكن، مثلا المدرج الروماني، مثلا قلعة عجلون كذا، هذه كلها يعني معالم تاريخية وحضارات. الأمر الثالث يشمل الترويح عن النفس زيارة المتنزهات البرية ذات المناظر الطبيعية الخلابة. أيضا يشمل النقطة الرابعة رحلات الصيد. أيضا النقطة الخامسة زيارة البحار والمحيطات وركوب القوارب فيها. أيضا صعود الجبال، أيضا حضور الدورات الرياضية، ومنها كذلك التسوق، ومنها كذلك زيارة حدائق الحيوانات، ومنها كذلك الأنشطة الترفيهية. طيب النقطة الثالثة من هذه الفوائد، فوائد السياحة، تحقيق المنفعة الاقتصادية لكثير من البلدان. من قلت تعد أول السياحة موردا اقتصاديا، ما يقول لي وضح ذلك، بقول تعد السياحة موردا اقتصاديا. أيضا بدي أوضح هذه النقطة أو أعللها. لماذا؟ لما تتطلبه السياحة من إقامة المشاريع النافعة للناس مثل الطرق، الفنادق، الحدائق، المتنزهات، وكل هذه الأمور بتصير مورد اقتصادي. كل ما كانت الأمور مسهلة أمام السائح أن يأتي ويتنقل بصير يدفع الأموال ويشتري ويبيع وكذا. الأمر الثاني قيام السياح بالبيع والشراء، هذه المنفعة الاقتصادية. الفائدة الرابعة التعارف بين الشعوب، التعارف بين الشعوب. وضح أو علل لماذا يعتبر فائدة. بقول أول شيء لأنه نقل تجارب الآخرين عن طريق السياحة يؤدي إلى مخالطة الأمم الأخرى. بنقل تجارب السياحة بتروح بتعرف على قيم الآخرين، على تجاربهم في الحياة، على نجاحاتهم، تجيب تأتي إلى بلدك بتجربة ناجحة فتطبقها في حياتك، هذا أيضا نقل تجارب الآخرين. اثنين تحصل الفائدة من خلال إيش؟ فائدة التعارف بين الشعوب من خلال أولا التعرف على علوم تلك الأمم. الأمر الثاني بعرفهم مبادئ الإسلام وقيم، مبادئ الإسلام وقيمه العظيمة، وعرفهم بهذا أيضا. أنا لا أذهب سائحا إلى تلك البلدان لكي أخذ منهم فقط، لا، أعطيهم من أخلاقي، من قيمي، أعطيهم من تعاليم الإسلام، أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. في عندنا هون يعني عدة يعني أمور شوي مشتبكة. في عندنا مثلا الآن بدنا نشوف آداب السياحة وأحكامها كثيرة، بين ستة منها. وفي سؤال تحت هنا بقول لك الآداب التي يجب على المسلم التزامها تجاه السائحين. هون آداب السياحة وأحكام السياحة نفسها، هون آداب على المسلم أن يعملها تجاه السائحين، تمام؟ طيب خلينا نشوف أول شيء آداب السياحة وأحكامها. بدنا نأخذ منها ستة. الأمر الأول أن يكون الغرض من السياحة مشروعا، ما يكون حرام، مثل الترويح عن النفس. اثنين اكتشاف خلق الله عز وجل في الأرض، عظيم خلق الله والنظر
لا تنظر في جبل ولا في كهف ولا في بحر ولا في عالم البحار والمحيطات ولا في عالم البر إلا ولا تمتلك إلا أن تقول سبحان الله. فما من شيء في هذا الكون من الذرة حتى المجرة إلا ويشهد على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من الأغراض المشروعة أنه لا يشغلهم عن عباداته ومهامه الأساسية في واجبات وفي عبادات. ما ينبغي الإنسان أنه يشتغل يقول والله أنا عابد الله أجل بالسياحة وبترك مثلا الصلاة وكذا وإلى آخره. لا، أصلي أينما حللت، جعلت لي الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. وين ما كنت بتلاقي مسجدك، بتلاقي مكان صلاتك، بتلاقي طهارتك اللي تطهرها. طيب، الأمر الثاني من الأدب الثاني اختيار الرفقة الصالحة. اختيار الرفقة الصالحة، ما يكون مع رفقة سيئة أو ما يكون حتى وحيد، إنما دائما يكون في السياحة مع رفقة طيبة صالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ذلك: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. يعني أنه الوحدة فيها شر، الوحدة فيها تعرض لكروب ومصائب وعدم وجود الناس معه. إذن هنا يدل هذا الحديث النبوي الشريف على أدب من آداب السياحة، وهو اختيار الرفقة الصالحة. الأمر الثالث والأدب الثالث الدعاء عند النزول في المكان. الدعاء عند النزول في المكان مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل في مكان، كان يقول: اللهم إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هذا الدعاء لو بدي مثلا جاءنا سؤال بقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل مكانا قال اللهم إنا نسألك إلى آخر الحديث، استنتج من هذا الحديث أدبا من آداب السياحة. ما بقول لك دلالة الحديث، بقول استنتج من الحديث أدب من آداب السياحة، بقول الدعاء عند النزول في المكان. النقطة الرابعة والأدب الرابع التزام التعليمات والقوانين المعلوم بها المعمول بها في المكان الذي نزل فيه، لأنه القانون هو عبارة عليه عن نظام. إذا التزمت أنا بالتعليمات وفلان أصبح هنالك نظام يرتاح كل الناس في هذه السياحة. أما لو لم نلتزم بالنظام سيكون هنالك فوضى، تعم الفوضى وتصبح الناس تعافى هذه السياحة. الأدب الخامس تجنب السلوكات السيئة أثناء السياحة. تجنب السلوكات، يعني السياحة لما الإنسان يقول سياحة لا يعني هذا الانفلات من كل الضوابط. لذلك بدي أتجنب السلوكات السياحة السيئة أثناء السياحة. مثل إيش؟ مثل واحد المحافظة على نظافة المكان، ما وسخه، يعني كما تحب أن ترى بيتك انظر إلى المكان الأمام. اثنين تجنب تلويث البيئة. ثلاث نظافة دورات المياه، لما تدخل على دورة المياه يعني نظف وراك. الأمر الرابع المحافظة على أثاث المكان، لا تقول إنه هذا يعني هكذا معرض للكسر بيجيبوا غيره، لأنما أحافظ على كل هذا. الأدب السادس الاعتدال في الإنفاق والبعد عن الإسراف. هذا الاعتدال مطلوب سواء كنت في بيتك، سواء كنت في عبادة، سواء كنت في كذلك في سياحة أو غير ذلك، كل مطلوب منا الاعتدال. يقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الله عز وجل: كل واشرب، أهم شيء أنك ما تسرف، ما تبذر بهذا المال. طيب، ينبغي لو بدنا سؤال آخر مثلا من على الدرس، ينبغي التعامل مع السائحين بسلوك حضاري يحفظ لهم أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. السائح اللي بيجي لبلادنا بدنا نتعامل معه بسلوك حضاري، يكونوا آمنين فيه على هذه الأمور. علل ذلك: أولا ليش بدنا نتعامل معه؟ التزام بأخلاق الإسلام وآدابه، لأنه الله عز وجل قال لنا نتعامل مع الناس بصورة حسنة. الأمر الثاني وسيأتي معنا حديث فيه هذا، الأمر الثاني إظهارا لسماحة الإسلام مع الناس جميعا وتقديم صورة إيجابية لهم، نقول لهم الإسلام بأمرنا أنه نتعامل معكم بصورة حضارية نحافظ فيها على أنفسكم، على أموالكم، على أعراضكم. لسنا قطاع طرق نقتل، ولسنا قطاع طرق نسرق، ولسنا نعتدي على أعراض الناس. ولا يعني أنه إذا جاء السائح معناه إذا دخل سائح إلى بلادنا معناه أصبح الآن يعني مباح اني اتصرف معاه باللي انا بدي اياه، وانه انسان الان في غير مامن. لا، انما نحن نعامل الناس جميعا سواسيه، بان هنالك اداب الاسلام، هنالك اخلاق الاسلام، هنالك سماحه الاسلام، نتعامل بها مع كل الناس سائح كان او غير سائح. السؤال الاخير في هذا الدرس اللي هي الاداب التي يجب على المسلم التزامها. هنا قلنا ايش؟ اداب السياحه واحكام السياحه، هون اداب يجب على المسلم التزامها تجاه السائحين الذين يدخلون بلادنا، وهي كثيره. بدنا نبين اربعه منها، او نفس السؤال، بين اربعه من واجبات المسلم تجاه السائحين في بلادنا. نفس الشيء، اداب او واجبات. الامر الاول تجنب الاساءه للسائحين أو الاعتداء عليهم بقول أو فعل. ما نعتدي عليه، هذا السائح إنسان والله عز وجل كرمه وله كرامة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟
يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. مش المقصود فيه ليس المؤمن بالطعان على المؤمن، لا، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء على كل البشرية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، والمعاهد واحد كافر مش مسلم، يعني بينه وبين المسلمين عهد ودخل وتجول في بلاد المسلمين لأنه معاهد، بيقول ترى أنا جاي إنسان مسالم بدي أطوف الله أشوف أتفرج على السياحة، بدي أروح البتراء، بدي أروح جراش، بدي أروح المدرج الروماني، بدي أشوف برضو مساجدكم الأماكن الدينية كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا معاهد، قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، يعني بعيد عن يعني عن الجنة إنه يدخلها مسافة 40 سنة. تشوف واحد بده يمشي له 40 سنة وهو ماشي ما بوقف وبعيد عن الجنة، هذا البعد يعني شيء حقيقة مخيف. هذا الحديث ممكن نقول استنبط من واحد من الحديثين، يعني أو الحديثين استنبط منهم أدب من الآداب التي يجب على المسلم التزامها تجاه السائحين، ممكن تجنب الإساءة والاعتداء عليهم بقول أو فعل. الأدب الثاني تيسير أمورهم وتسهيل معاملاتهم والتعامل معهم بلطف، مو لأنه سائح أستغله، لا، إنما تيسير أن يسر عليهم، نسهل لهم كذا إلى آخره. الأمر الثالث إرشاد التائهين منهم إلى المكان الذي يقصده، سألك عن المكان دله، إذا ما بتعرف خلاص، لكن إذا بتعرف دله على الحقيقة، لا ندله على مكان خطأ وقول والله كافر خلينا نتوه، بالعكس سيأخذ عن المسلمين الصورة سيئة أنه يكذب وأنه يريد أن يتوه الناس أبدا، لكن أرشده إلى الطريق الصحيح. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه، ومنها قال وإرشاد السبيل، يعني إرشاد الإنسان اللي بيسأل عن الطريق ارشده، قل له بدك السوق الفلاني، هذا السوق الفلاني تمشي من هون الدخل الفلاني بتوصل، ادله على افضل الطرق، على الطرق على اقرب الطرق وبصفه صحيحه. الادب الرابع الرفق بهم في البيع والشراء وعدم استغلالهم، الرفق بهم في البيع والشراء وعدم استغلالهم، كل هذا الاداب لاجل ان نعطي يعني لاجل ان نعطي التزام صورة عن التزامنا بأخلاق الإسلام وآدابه وإظهارنا سماحة الإسلام وتقديم صورة إيجابية لهم عن الإسلام. يجوا في بلاد المسلمين خليهم يرجعوا يقولوا والله الإسلام إنه شيء طيب وشيء جميل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى ما فيه، أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه رضا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 32 من مادة العلوم الإسلامية لطلاب الصف الثاني الثانوي الفرع الأدبي بعنوان ثقافة الاعتذار. حقيقة يعني العنوان مسعف جدا، إنه ثقافة الاعتذار. الاعتذار بالفعل هو ثقافة، لأنه بعض الناس يظن أنه إذا اعتذر عن خطئه إنما هذا ضعف شخصية أو أنه الآن سيلام من الجميع. بالعكس، يجب على الإنسان أن يتخلق بهذا الخلق، إذا أخطأ يرجع عن خطأه، يبلغ من أخطأ في حقه أنه أخطأ، يعتذر إليه، يطلب منه المسامحة. وهذه شجاعة، وهذه رجولة، وهذه هي أخلاق الإسلام التي دعا إليها الإسلام. بدنا الآن ندخل في عدة أسئلة حول هذا الدرس. وجه الإسلام المخطئ إلى الاعتذار عن خطأه. إنسان مخطئ الإسلام يقول له اعتذر، لماذا؟ أولا لأن الاعتذار سلوك حضاري ومهارة اجتماعية تعيد الألفة والمحبة بين الناس، مهارة التواصل. إذا اعتذر المخطئ الناس بتصير تحب بعضها، بصير هذا الإنسان المظلوم أو الذي ارتكب في حقه خطأ بيحب الإنسان الذي أخطأ وعاد إليه حقه، فيشعر بأنه قد حصل على حقه. الأمر الثاني أو السبب الثاني لأن الإسلام أمر أن يكون التعامل بين الناس بالحسنى، وعدم الاعتذار يفسد تلك العلاقة بينهم، بطل صير في علاقة حسنى. يعني الإنسان تلاقيه ظلم أو أخطأ ومصر على خطأه، طيب المقابل الطرف الثاني ممكن يصل للحظة من اللحظات أنه ينفجر وأيضا يواجهه بخطأ آخر حتى أنه ينتصر لنفسه، لكن بالاعتذار يكون هنالك حسن تعامل بين الناس وتحصل الألفة بينهم. مفهوم الاعتذار، الاعتذار عندي ثلاث أفكار لازم أنه أحفظ التعريف دائما أفكار. الاعتذار هو رجوع المخطئ عن الخطأ، هذه الفكرة الأولى.
وإظهار ذلك لمن كان الخطأ بحقه بأسلوب لين ومقبول. هذا الثاني، نقول للي أخطأت بحقه ترى أنا مخطئ وأنا آسف، وأسلوب لين ومقبول، وبطلب من المسامحة. الفكرة الثالثة طلب المسامحة منه. إذن هذا هو تعريف الاعتذار. الاعتذار الإسلام أوصى به وقال للمخطئ يجب عليك أن تعتذر. طيب ما دام الإسلام أوصى به بدنا نشوف مظاهر أهمية الاعتذار، مظاهر أهمية الاعتذار بدنا نستنتج أربعة منها. أولا، الاعتذار خلق يدل على ثقة الإنسان بنفسه وقدرته على مواجهة أخطائه بشجاعة. ليس هو انفصام في الشخصية، إنما هو ثقة الإنسان بنفسه أن يعتذر، أن يأتي يقول ترى أنا أخطأت، وهذه شجاعة، ويواجه الإنسان نفسه. وتجد هذا الإنسان دائما رجاع إلى الحق والناس تحبه. هذا الأمر. الأمر الثاني، ينبغي على من كان الخطأ بحقه قبول اعتذار المخطئ ومسامحته وعدم لومه. قبول اعتذار المخطئ ومسامحته وعدم لومه. خلاص جاء أخوك اعتذر لك، اقبل اعتذاره. وهذا هو معنى الإعذار. معنى الإعذار قبول اعتذار المخطئ ومسامحته وعدم لومه. يدل على ذلك، على هذا المظهر من مظاهر الأهمية، الله سبحانه وتعالى قال خذ العفو، خذ العفو. طيب كيف بدي أخذ العفو؟ العفو إنسان أخطأ وجاء يعتذر ويعيد الحق إلى من أخطأ بحقه، الله عز وجل يقول خذ العفو، يعني اقبل منه هذا الاعتذار واعف عنه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله عز وجل بعزه وبينشر خيره في المجتمعات. المظهر الثالث، الاعتذار والإعذار يحققان احترام الإنسان لنفسه، فالأقوياء هم الذين يتسامحون. اللي أجى اعتذر هذا إنسان قوي، واللي قبل الاعتذار هذا إنسان قوي، هم الذين يتسامحون هم الأقوياء، فيحقق احترام الإنسان لنفسه. طيب إذا ما قبل الاعتذار تلاقي الناس تصير يعني لو أنه ارتكب في حقي مرة ثانية وجاء يدخل شفعاء حتى يصلح أوضاع، قال عند فلان والله هذا يعني لا يقبل المسامحة وكذا ورايح يتعبنا من الأمور هاي. وبعض الناس بسيط وسهل وقريب من الناس، إذا وقع خطأ مجرد ما جيت بقول لك خلاص المسامحة وقبلت اعتذارك، وهذا هو الذي أراد الله. المظهر الرابع، أنه نزلت آية قرآنية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حينما قطع الصدقة عن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه بسبب خطأ ارتكبه مصطح، ارتكبه بحق من حق أبي بكر. سآتي وأقول لكم ما هو الخطأ. الآية هاي نزلت تدعو أبا بكر الصديق إلى العفو عن مصطح بن أثاثة ومسامحته والعودة للتصدق عليه، لأنه أبو بكر الصديق قطع عنه الصدقة، كان يتصدق عليه، كان يعطيه مرتب أكل اليومي على حساب أبو بكر الصديق. ففعل أبو بكر الصديق ما أمره الله به. يدل على ذلك قوله تعالى هذه الآية، قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لو قلنا في حق من نزلت الآية الكريمة، نقول في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، من المقصود بقوله تعالى أولو الفضل منكم والسعة؟ أبو بكر الصديق. من المقصود بقوله تعالى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله؟ مصطح بن أثاثة، ابن أثاثة رضي الله عنه. كيف كان رد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند نزول هذه الآية الكريمة؟ منقول قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه الصدقة ورجع كما كان من الأول. لو قلنا مثلا هذا الآية القرآنية ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، بمن نزلت هذه الآية أو ما سبب نزول هذه الآية؟ بنجيب النقطة الرابعة كلها، بنقول إلى هون هذه النقطة كاملة. نزلت آية هذه بأبي بكر الصديق وحينما قطع الصدقة عن مصطح بسبب خطأ ارتكبه، وتدعوه العفو عنه ومسامحته والعودة للصدق عليه، ففعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب شو الخطأ اللي كان خلى أبو بكر الصديق يعني يغضب هالغضب كله ويمنع عن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه الصدقة والصلة وقطع أبو بكر الصديق؟ لابد أن يكون هذا خطأ كبير جدا، وبالفعل هو خطأ كبير وهو جريمة حقيقة. أول شيء مصطح بن أثاثة ابن عمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الأمر الثاني أن أبو بكر الصديق كان يعطيه مرتب باستمرار، يعني طعام وشراب على حساب أبو بكر الصديق. صار في حادثة الإفك اللي اتهمت فيه عائشة من قبل عائشة أم المؤمنين حاشاها ورفعها الله عز وجل وهي الطاهرة المطهرة من فوق السبع سماوات، التي اتهمت فيها من قبل المنافقين بالزنا. مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه كان من الناس الذين تلقفوا هذه الإشاعة وبدأوا يتكلمون بها وينشرونها على أنها حقيقة. أبو بكر الصديق غضب، بتهم بنته بالزنا، غضب أبو بكر الصديق وحقه أنه يغضب ومنع عنه الصدقة. الله سبحانه وتعالى نزل على أبو بكر الصديق آية قرآنية، يعني يا أبا بكر تحمل، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. أبو بكر الصديق مباشرة ولا تردد، وهذا طبيعة أبو بكر الصديق ما عمره تردد، قال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه الصدقة ورجع يتصدق عليه. خلينا نشوف، بدنا نستنتج الآن فرقين بين الاعتذار والإعذار. ما الفرق بين الاعتذار والإعذار؟ أولا الاعتذار هو رجوع المخطئ عن الخطأ وأظهار ذلك الرجوع لمن كان الخطأ بحقه بأسلوب المقبول وطلب المسامحة منه. اثنين، أما الإعذار فهو قبول اعتذار المخطئ ومسامحته وعدم لومه. اثنين، الاعتذار يصدر من المخطئ تجاه من وقع الخطأ في حقه، أما الإعذار فيصدر ممن وقع الخطأ في حقه تجاه المخطئ إذا قدم اعتذاره. ضرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نماذج مشرقة في الاعتذار والإعذار، أذكر اثنين منها. طبعا هذول القصتين الموجودات الآن يعني مش مطلوب مني أن أحفظهم بصم، يعني ممكن أنه أحفظ بصم كويس، يعني بكون أنا بالفعل يعني جبت العلامة كويسة وأن أفهمها وأستطيع أن أعبر عنها بطريقتي الخاصة. الأولى أنه اعتذار أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه لبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه عند مناداته بقوله يا ابن السوداء، أبو ذر الغفاري بقول لبلال الحبشي يا ابن السوداء، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية؟ قال يا رسول الله وعلى شيبتي في الإسلام؟ قال وعلى شيبتك في الإسلام. فقال يا رسول الله استغفر لي. قال بل اطلب من بلال أن يستغفر لك، أنه يدعو لك بالمغفرة. فقام أبو ذر ووضع رأسه على التراب ليطأ عليه بلال بقدمه اعتذارا له، فقبل بلال اعتذاره وأخذ يقبل رأس أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وزال ما بينهما. النموذج الثاني له بين يعني أعظم شخصيتين في هذه الأمة وأعظم شخصيتين بعد أشخاص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، إلا هو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أبو بكر الصديق إجا يعتذر لعمر بن الخطاب اعتذار، وسجل لنا هذه الحادثة أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، صار في جدال واختلفوا، فأغضب أبو بكر عمر، الحق على مين؟ على أبو بكر. فانصرف عمر عنه غضبانا مباشرة، أبو بكر الصديق استدرك فتبعه يسأله أن يغفر له، يا عمر إني متأسف اغفر لي وأنا أخطأت في حقك. عمر بن الخطاب عرض عنه فلم يفعل، لم يفعل انكسر قلب أبو بكر الصديق، فأقبل أبو بكر يدعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، رفض يا رسول الله فأقبلت إليك، يا رسول الله رفض يقبل اعتذاري وأنا مخطئ وعندي أنا معترف بكل شيء وحقه عندي لكنه رفض يا رسول الله. يشكي أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، وكرر ذلك ثلاث مرات. ثم أن عمر ندم على ما كان منه، ليش ما قبلت اعتذاره؟ فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه، وأين أبا بكر؟ فلم يجد، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، يعني قلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضب على من؟ على عمر بن الخطاب، حتى أشفق أبو بكر، أشفق على حال عمر، فجثى على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إن أنا كنت أظلم، يا رسول الله الحق علي، أنا كنت أظلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم، يوجه الكلام لمين؟ لعمر بن الخطاب للحاضرين، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه وأرضاه، فاعتذر كل منهما للآخر وقبل عذر بعضهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاه.
ما الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أغضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إليك نادما معتذرا، لما لم تقبل اعتذاره؟ انظروا هذا يعني إلى هذا الخلق اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرادنا أن ننفيه من حياتنا. أجاك أخوك معتذر؟ اقبل اعتذاره. هذول النموذجين مثل ما قلت لكم نحفظهم ونكونهم في أدمغتنا ونستطيع أن نعبر عنهم بطريقة خاصة. سؤال آخر، للاعتذار آداب ينبغي على المعتذر الالتزام بها عند قيامه بالاعتذار ممن أخطأ في حقه، بين ثلاثة منها. هذا لمن؟ آداب المعتذر. المعتذر بده يلتزم هذا الآداب. الأمر الأول، اختيار الوقت المناسب ليقدم له اعتذاره. اختيار الوقت المناسب ليقدم له اعتذاره، مش بستنى أول ما دخل البيت جاي من العمل بروح أقدم اعتذاره، بقدم الاعتذار، لا، إنما اختار الوقت المناسب اللي بشوفه كويس وباخذ منه موعد. اثنين، استخدام الأسلوب المناسب، كلام لطيف، فعل حسن، بدل على الندم، بدل على أن أنا أخطأت في حقك، اغفر لي وأنا آسف والله على الساعة شيطانية وكذا وإلى آخره، وأنت والله ما أخطيت معي في شيء، ويطلب منه بقول لطيف وفعل حسن، مو راح يصير يلوم فيه مرة ثانية. بعض الناس بروح بده يعتذر بزيد الطين بلة، بقول ما انت حكيت هيك ولا صار مني، يعني بدي مش يعتذر، بدي يبرر لفعله، لا اعتذر. الامر الثالث، الاعتذار في المكان المناسب. ليش؟ لان سوء اختيار المكان قد يؤدي الى جرح المشاعر وتفاقم المشكله. اجي اعتذر لواحد والله في المسجد بين الناس، او اعتذر في السوق، او اعتذر بمجلس عام مثلا، هذا خطا. اختار الوقت المناسب، اختار المكان المناسب، اختار الاسلوب المناسب. أخيرا، للاعتذار عن الخطأ وإعذار المخطئ آثار وفوائد عديدة يجنيها الفرد والمجتمع. بدنا نشوف أربعة منها. الاعتذار، هاي فوائد الاعتذار وفوائد الإعذار بتعود على الفرد والمجتمع. الأمر الأول، تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده حين يقف بين يديه معتذرا معترفا بخطأه. إنسان يجي الله عز وجل قال يا رب أنا أخطأت وعصيت وأستغفرك وأتوب إليك، الله إيش يعمل معه؟ يقبل سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا قدم إليه الاعتذار أن يقبل اعتذاره. يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا، كما جاء في قصة أبي بكر الصديق مع مصطفى بن أثاثة، قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني في جريمة أكثر من جريمة مصطفى بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه حينما اتهم عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق بالزنا، وأبو بكر الصديق بنفق عليه وبدفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليعفوا، الله عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا. يعني هذه الآية بستنتج منها فائدة وأثر من فوائد الاعتذار والإعذار، إنه بنقول تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أو الأثر الثاني من آثار الاعتذار والإعذار، تقوية تواصل المحبة بين أفراد المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على هذا الأثر، اتق الله حيثما كنت وأتبئ السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. من الأخلاق الحسنة أن الإنسان إذا أخطأ اعتذر، ومن الأخطاء السيئة أن الإنسان إذا أخطأ لم يعتذر. ومن الأخلاق الحسنة أن الذي ارتكب الخطأ في حقه إذا جاءه أخوه معتذرا قبل منه فهذا خلق حسن، فإذا لم يقبل منه فهذا خلق سيء. بيجينا السؤال طبعا بالصيغة هاي بالضبط، ما بيجينا السؤال مطلق مثلا بقول لك ما دلالة هذا الحديث النبوي الشريف، لا، بقول استنتج، أو ما دلالة هذا الحديث النبوي الشريف على أثر أو فائدة من أثر الاعتذار والإعذار، بقول تقوية تواصل المحبة بين أفراد المجتمع. النقطة الثالثة، زوال الخصومات بين المتخاصمين وإعادة العلاقة بينهم على أساس المحبة. بدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومعنى الحسنة والسيئة هنا أي التصرف الحسن والتصرف السيء، هل يستوي؟ لا يستويان أبدا. ويرشد الله سبحانه وتعالى أننا إذا قوبلنا بتصرف سيء أن ندفع هذا التصرف السيء بالحسنى. يقول الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهذا نتيجة أن يصبح هذا الإنسان الذي بينك وبينه عداوة أو مشكلة أو إشكال يصبح لك صديق حميم وصديق قوي تقوم بينكما المحبة. بسبب ماذا؟ بسبب الاعتذار وبسبب الإعذار. النقطة الأخيرة أو الأثر الأخير والفائدة الأخيرة، الشعور بالراحة والطمأنينة. لماذا؟ لأن الاعتذار يمنح الفرد الثقة بالنفس. طبعا الإنسان إذا كان قد وقع في خطأ فلم يعتذر تكون عليه أحمال الدنيا كلها،
فلا يكون عنده فلا يكون مرتاح ولا يكون طمأنينة بالذات إذا رأى من أخطأ في حقه. لكنه إذا قام واعتذر فإنما أنزل هذه الأحمال كل أنزل هذه الأحمال كلها عن ظهره. وكذلك الإنسان الذي ارتكب الخطأ في حقه لو جاءه أخوه معتذرا فلم يقبل منه ف سيبقى يلوم نفسه فيكون هنالك شدة عليه وقلق واضطراب، لكن إذا قبل منه فإنما هي الراحة والطمأنينة. هذا والحمد لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين.